يبوب النوعية تاع السميد التونسي، لأنه أصلا أحسن حتى من السميد الجزائري. تتخيلوا أنتوما دولة عندها بترول وعندها غاز وعندها مداخيل لا بأس بها، تروح تسرق المقدرات وتروح تسرق الأكل تاع دولة أخرى. أنا مانيش نتكلم المواطنين هادو مغلوب على أمرهم من الأسف، اضطروا إلى الذهاب إلى تونس من أجل سرقة السميد التونسي. ولكن كيف أنه المواطن الجزائري اليوم وصل به الحال إلى أنه يروح يسرق السميد من تونس حتى يوفر لقمة العيش لأبنائه؟ شفتوا وين وصل التحسب اللي شهر رمضان، والآخر خارج لي من هي تحية تبون وتحية شنقريحة. كيف أنت تبيع بلادك من أجل 50 ولا 100 يورو باش تخرج تقول تحية شنقريحة وتحية تبون، في وقت أنه الناس في الجزائر راهم يروحوا يدخلوا لتونس من أجل سرقة السميد؟ هل هذا معقول؟ هل هذا هو الحال اللي كنا نريد أن تكون فيه الجزائر 50 سنة بعد، يعني 60 سنة بعد الاستقلال، عفوا أكثر من 60 سنة، 61 الآن؟ هل من المعقول هل من المعقول انك تخرج تساند نظام يقول الكلام هذا؟ وزيد بالزياده قضيه الاستحمار اللي استحمروا به الشعب لاشهر، وهم يقولوا لهم راح تحصلوا على سياره فيات 500 هذيك 90 مليون، ما تكسروش راسكم الرخاء وراح نخرجوكم من وقت هذا. السي خونا واحد مواطن جزائري قال له اللي يحب سياره تاع 90 مليون يروح لعمو تبون، وصح والله ما يركبها ب 100 مليون، ورغم انه قلنا وقتها بانه هذا استحمار للشعب الجزائري. اصلا السياره فيات 500 ماهيش سياره، يعني بالنسبه للطرقات الجزائريه وبالنسبه للعائلات الجزائريه اني با ادابتي، يعني ماهيش سياره مهيئه للمواطن الجزائري. وزيد لا باز، يعني الاقل سعرا 270 مليون هاولا، رغم انهم كانوا قادرين، انا وقت قلتها كانوا قادرين يخليوا المواطن الجزائري يخلي يجيب سيارات مثلا اقل من 10 سنوات تكون صديقه للبيئه، مثلا السيارات اللي تمشي بالجي بي ال بالغاز، الغاز متوفر في الجزائر، يخليوا المواطن الجزائري يجيب سيارات في متناوله. ما قلتش يخليوه يجيب سيارات بثمن اسطوانات او غير ذلك، لا لا بويسيلاند ولا لا لا، قال خلي المواطن الجزائري يجيب سيارات وتكون صديقة للبيئة بالإضافة إلى هذا، وتكون سيارات عائلية. لا لا، هما راحوا داروا العقد مع ستيلانتيس مع فيات يجيبوا سيارات، وزيد السعر تاعها يعني سعر جهنمي، يعني حتى في وقت ما يسمى العصابة كانت السيارات بسعر أحسن، يعني بسعر أفضل، ولسنوات والاستيراد متوقف، وهما يستحمروا الشعب يقولوا له احنا وقفنا الاستيراد باه يوقف النزيف تاع العمله الصعبه وباه نديروا صناعه تاع السيارات. وين راحت صناعه السيارات؟ المملكه المغربيه الشقيقه اكثر من نصف مليون سياره سنويا، وراهم عندهم لوبجيكتيف تاع مليون سياره سنويا هذه السنه. الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه دوله تحت الحصار تنتج اكثر من مليون ونصف مليون سياره. هذه هي الحقيقة يا اخي، ما نديلكمش انا دول اوروبية ولا الولايات المتحدة الامريكية، ديت لكم المغرب اللي بطبيعة الحال النظام وانصاره يقولوا راهم ميت بالشر وراهم ميتين بالجوع. وصحيح انه الظروف صعبة في المملكة المغربية مثل كل الدول الافريقية، لكن هذا البلد اللي تضحكوا عليه ينتج نصف مليون سيارة ومتجه انه ينتج مليون سيارة. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحت الحصار مليون ونصف مليون سيارة، وسيارات 100% إيرانية، روحوا ابحثوا على المصنع إيران خضرو اللي يصنع سيارات 100% إيرانية، ونظام عنده كل المقدرات عنده الوسائل يروح يستورد سيارات هذه فيات ويديروا باللي حدث كبير، ويحرم الجزائريين من انه يستورد سيارات بسعر يكون مقبول وتكون مهيئه للعائله الجزائريه. وزيد المواطن الجزائري الان، انا قلت لكم وش درنا حتى وصلنا اليوم انه المواطن صار يعود يسرق السميد من تونس؟ ماذا حدث حتى وصلنا لهذا الوضع؟
كيف وصلنا انه المواطن الجزائري صار الحلم تاعو سياره في وقت انه ليبيا وسط الحرب وعندهم سيارات باسعار معقوله. وراني قلت لكم اجراءات، لماذا واحد يقول لك انت راك تقول لنا بانهم يقدروا مثلا يخليوا سيارات المواطن يجيب سيارات 10 سنوات ماشي اكثر بها ما نوليوش من زباله 10 سنوات سيارات صديقه للبيئه، قال مثلا مواطن يجيب سياره تمشي بالجي بي ال تمشي بالغاز نخفضوا له الضرائب وغير ذلك وتكون 10 سنوات معليش، والمواطن عادي يقدر يجيب سيارات في متناوله وسيارات عائليه. هم لماذا يطولوا مثلا في دفتر الشروط وغير ذلك؟ لانهم يحطوا كل الشروط حتى انه لولاده مافيا جديده لاستيراد السيارات. لهذا الامور طولت. ولماذا ما يحبوش صناعه سيارات؟ لماذا ما يشجعوش رغم انه القضيه مش صعبه جدا وراهي دارتها جارتنا المملكه المغربيه ودارتها ايران؟ لانهم الصناعه المحليه والصناعه بنسبه ادماج محترمه رايحه تخلي المافيا تموت، هم لازم المافيا تكون مسيطره. لهذا انت هذه السياره تاع 90 مليون ماكش راح تشوفها حياتك كلها، لانهم لازم المافيا هي اللي تستورد السيارات. سي سا لا فيغيتي، هذه هي الحقيقه. لازم مافيا تتحكم، يديروا دفتر شروط سيغ ميزور يعني تحت الطلب، يكون يوفر الظروف من اجل الناس تهيئ بيئه الاستثمار، تهيئ مناخ مناسب للاستثمار، حنا نهيئوا مناخ مناسب لسيطره المافيا على السوق. هذه هي الحقيقه. هذه هي ونهيئوا مناخ اللي يخلي المواطن الجزائري. نزيد نسمعها لكم مره اخيره فقط مقطع صغير حتى تزيدوا يعني تشوفوا الكوارث. هجوم تاع الجزائريين من اجل اقتناء السميد التونسي، هذه هي الحقيقه. وزيدوا شوفوا السيد اللي تسبب في الازمه تاع السميد وتاع الزيت وغير ذلك. تعيين كمال رزيق مستشارا لدى رئيس الجمهوريه، هذه اليوم شفتوا بانه انا نقول لكم اكثر وزير ناجح بالنسبه للنظام الجزائري هو كمال رزيق، هذا لانه حطوه كمهرج. الجزائريين لسنوات لثلاث سنوات وهما مركزين على التهريج تاعو ونساو القضايا الاساسيه، دونك الى غيوسي نجح نجاح باهر، واليوم يكافى بمنصب مستشار في رئاسه الجمهوريه. راكم تشوفوا السيد اللي تسبب في أزمة الطوابير تاع السميد تاع الزيت، الفضائح هذه العالمية، السيد اللي تسبب في أنه المواطن الجزائري عادي يروح يشري يعني يسرق تقريبا السميد من الشقيقة تونس، يسرق الأكل والمقدرات تاع الشعب التونسي. نظام والوزير اللي خلى هذا الناس يوصلوا لهذا الوضع يكرم بمنصب تاع مستشار. لانه الناجح بالنسبه للنظام الجزائري هو الانسان اللي يحول حياه الجزائريين الى جحيم، لكن يخلي ايضا الجزائريين يركزوا عليه، يركزوا على التهريج تاعو وينساو يعني الحقيقه. انا وريت لكم المره الماضيه لاعب تاع كره قدم صار يتلاعب بالشعب الجزائري، هذاك عوار جا للجزائر قال لهم انا ندمت على تمثيل المنتخب الوطني، وغير ذلك جا لفرنسا قال لهم انا غلطت ما قلتش ندمت على تمثيل المنتخب الوطني. ليس لانه حنا نعرفوا غادي قلت لكم المنتخب الجزائري هو مزبله تاع المنتخب الفرنسي، ولكن برك انا سيدي الفكره تاع كيف انه الناس كلها صارت تلعب، لانهم اكتشفوا بانه الشعب الجزائري اكثر الشعوب عاطفيه، تستحمروا بابسط الامور. راكم شفتوا الناس تاع الماتش يتعاود ايضا كانوا يستحمروا الجزائريين، اليوم زادوا يستحمروا بعض، ولو انه نعرف انا بانه الشعب مدرك بانه هادو اللي خرجوا اليوم في باريس يخرجوا ويزيدوا يحاولوا يستحمروا الجزائريين، لانهم يعرفوا الشعب الجزائري عاطفي يحاولوا يلعبوا على العاطفه. لهذا لابد اننا نخرجوا من الفكره هذه تاع انه الناس كلها تتلعب بينا، انه يقولوا لك السياره تاع فياط راح تتباع ب 90 مليون تخرج وتقول خلاص والسمسار وانتهى السمسار. اليوم راك راح ترجع عند السمسار حتى تشتري سياره، لانه ما كانش سياره يوفرها لك النظام الجزائري بسعر 900 و100 مليون، لانه المافيا تاع استيراد السيارات لابد انها تاخذ عمولتها. هذا ما كان لي انا اقوله، مازال الكلام على هذه المساخر هذه.